يقال مصدر طبي للجزيرة إن نحو 70 شخصا استشهدوا، معظمهم من النساء والأطفال، في مجزرتين منفصلتين ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأفاد مراسل الجزيرة أن المجزرتين وقعتا بحق عائلة أحمد والبابا، ومعظم الشهداء نساء وأطفال. وأضاف أن سيارات الأسعاف وفرق الإنقاذ لم تستطع الوصول لمكان المجزرتين بسبب بيت لاهيا بسبب منع الاحتلال. يعني بطلع روح بصعوبة دخلنا المنزل، منزل آل بابا. هذا أبو شريف اللي هناك، أبو شريف. هذا أبو شريف. هذا شهيد. أيوة متشهدين إن شاء الله. يلا يا محمود. بسم الله. لا حول ولا قوه الا بالله. في حد هان؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ولاد شباب على السريع. هذا مين؟ هان. هذا محمود. جبته. بسم الله. يلا يلا شيل شيل. بسم الله. ايش اللي جبتين هان؟ ايش اللي زكريا وامه؟ زكريا. لا اله الا الله. طبعا من مكان الحدث، من مكان دفن الشهداء، حسبنا الله ونعم الوكيل، كان دفن الشهداء. طبعا كل الاسماء المذكوره تم دفنهم في محيط آل بابا، محيط آل بابا. انضم إلينا من غزة مراسل الجزيرة أنس الشريف. أنس، ما الذي يحدث في بيت لاهيا وكذلك آخر التطورات في ما يتعلق بمنطقة الشيخ زايد وعائلة البابا؟ نعم جمال، ما يحدث هي مجازر متواصلة ومستمرة بحق العائلات التي أصرت على البقاء والصمود في تلك المناطق، في بيت لاهيا، في مشروع بيت لاهيا، في داخل مخيم جباليا. جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات السابقة ارتكب مجزرتين بحق عائلة البابا في بيت لاهيا، بالتحديد في منطقة المنشية. أدى هذا الاستهداف إلى استشهاد أكثر من 18 مواطنا، جلهم من الأطفال ومن النساء، وبصعوبة بالغة تمكن الأهالي من انتشال بعض من جثامين الشهداء من تحت ركام هذا المنزل المدمر. أثناء أيضا عمليات النقل وانتشال الشهداء من خلال العربات البدائية والبسيطة، استهدفت تلك العربة التي يتم من خلالها نقل جثامين الشهداء ونقل المصابين. أيضا هناك مجزرة أخرى ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة أحمد في مشروع بيت لاهيا. حسب المصادر العائلية أن في داخل المنزل أكثر من 50 مواطنا، جميعهم شهداء. لم يتمكن أحد من الأهالي والجيران أو المصادر الطبية أو الطواقم الطبية من الوصول إلى تلك المنطقة ومحاولة إنقاذ أو انتشال الشهداء من تحت ركام هذا المنزل المكون من عدة طوابق. قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية جمال باستهدافه بشكل مباشر. نتحدث عن استشهاد أكثر من 50 مواطنا من عائلة أحمد في مشروع بيت لاهيا بعد ارتكاب تلك المجزرة، وأيضا المجزرة الأخرى في بيت لاهيا. مجازر متواصلة ومستمرة بحق العائلات المتواجدة في تلك المناطق، إلى جانب عمليات القصف المدفعي الذي يطال منازل المواطنين ويطال أيضا المستشفيات في تلك المناطق. أيضا هناك صعوبة بالغة في عمل الطواقم الطبية، طواقم الدفاع المدني، حيث هذه الطواقم متوقفة منذ أكثر من 30 يوما في مناطق الشمال، ونحن نتحدث أن العملية العسكرية مستمرة لليوم 57 على التوالي، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع أحد من الدخول والخروج إلى تلك المناطق، وبالتحديد إلى جباليا ومخيم جباليا وبيت لاهيا ومشروع بيت لاهيا. مع ارتكاب هذه المجازر جمال، نتحدث أن عدد الشهداء تجاوز 2500 شهيد في مناطق الشمال مع استمرار العملية العسكرية للجيش الاحتلال الإسرائيلي. جمال.
أنس الشريف قد نعود إليك في أي لحظة. أنس الشريف في غزة، شكرا لك.